السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن مدينة نهاية العالم وشوية. شوية تقع أقصى جنوب الأرجنتين في آخر الدنيا، آخر مدينة في العالم مأهولة بالسكان، عدد السكان فيها قليل. مدينة أوشوية تقع بالقرب من مدينة باريلوتشي ومدينة ريو جاييجوس، وهي قريبة جدا من جزر فوكلاند البريطانية حيث تبعد عنها 480 كيلو متر. الكروز البخرة الكبيرة بتطلع من مدينة أوشوية، بتعدي على البرازيل، وبعدين تخش بقى أنتاركتيكا وتخش جوه 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 في المحيطات وعبر البحار في أرض النار. بتعدي على جزر فوكلاند، وانت طالع بقى بالولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا وأسبانيا. كروز كبير، رحلات سياحية عن طريق كروز ممكن 20 يوم 25 يوم، كان غالي جدا، 5000 دولار 6000 دولار علشان توصل مدينة أوشوية في الأرجنتين. ممكن تروح بالطيارة وممكن تروح عن طريق الباص، ولكن بداية نقطة الانطلاق من العاصمة بيونس أيرس. من بيونس أيرس تقدر تاخد طيارة ورخيصة جدا ب 30 دولار مثلا، او بالباص ارخص، الباص ب 10 دولار من بونس ايرس لمدينة أوشوية بالطيارة ساعة ونصف، ومن بونس ايرس لمدينة أوشوية عن طريق الباص 13 ساعة 14 ساعة حسب شركة الباص. الطقس في مدينة أوشوية فيها الشتاء متجمد تماما، وفيها الصيف بارد، يعني في الشتاء جليد جليد، ويكون الجو بارد جدا 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 فوق ما تتخيل. أوشوية مليانة ثروات بحرية يا جماعة طبيعية. أوشوية يوجد بها جبل داروين، وهو أعلى قمة في أوشوية، وهو يعتبر امتداد لجبال الأنديز. يعني جبل داروين نهاية جبال الأنديز، ولكن في مدينة أوشوية. جبال الأنديز احنا عارفين ممتدة في أمريكا الجنوبية كلها، ولكن نهاية جبال الأنديز في مدينة أوشوية هي بداية انطلاق السفن والكروز. يعني في سفن وكروز كبير، يعني بيروح نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية من مدينة أوشوية، وبيعدي على جزر فوكلاند، ولكن غالي جدا يا جماعة. تخيل التذكرة بتخش في 5000 دولار بس 20 يوم في الكروز. معلومة مهمة جدا جدا، أوشوية في قديم الزمان كان بيها أكبر وأضخم سجن في الأرجنتين، حيث يضم القتلة ومدمنين المخدرات ومن لديهم الاضطراب النفسي. كان هذا السجن يقع في مدينة أوشوية، حيث الحراسات القوية، ولكن الآن تحول هذا السجن إلى قاعدة بحرية ومتحف تحكي قصص السجناء للزوار والسياح في مدينة أوشوية. هناك قصص تحكي عن الألم، عن الألم، لأن السجناء هذا السجن كان مختلف عن جميع السجون، لأن هناك قصص كثيرة جدا عن السجناء الذين كانوا في سجن أوشوية. ولكن نجحت هذه المدينة، مدينة أوشوية، في جذب الكثير من السياح حول العالم. المدينة صغيرة جدا يا جماعة، ولكن تعتبر مدينة نهاية العالم، لأن بعدها ما فيش حدود، أرض النار، بعدها أرض النار وأنتاركتيكا وعبر البحار، ما فيش خلاص. حتى لو بصيت على الخريطة وشفت الأرجنتين مفيش، هتلاقي الأرجنتين تحت خالص. مدينة أوشوية آخر مدينة في العالم مأهولة بالسكان.
الناس اللي ساكنين في أوشوية عبارة عن مجموعة من القاعدة البحرية، والبعض الآخر بيعمل في قطاع السياحة. ناس كتير زاروا الأرجنتين، يوتيوبر كبار، ولكن ما زاروش مدينة أوشوية. مدينة أوشوية لا يوجد بها عرب نهائيا، ولا أي مطعم عربي نهائي. كل المطاعم مطاعم أرجنتينية، اللي هي مطاعم اللحم والأسادو، والخدمات السياحية فيها مجموعة من الهوستل والفندق، مجموعة من الفنادق والهوستل، ولكن غالية جدا يا جماعة. مدينة أوشوية مدينة سياحية، ولكن ممكن تلاقي هوستل رخيص. مدينة أوشوية مختلفة جدا عن باقي مناطق الأرجنتين يا جماعة، مختلفة اختلاف كلي. تحس ان انت مش في الأرجنتين، تحس ان انت في دولة أوروبية، من الجمال بتاعها ومن المناظر الطبيعية الجميلة. وفي شهر الشتاء تزحلق على الجليد. المدينة جميلة جميلة فوق ما تتخيلون يا جماعة في الشتاء، ولكن في الصيف بيكون الجو كويس، يعني مش برد، بيكون الجو كويس في فصل الصيف. أشجع لو واحد عربي عاوز يفتح مطعم في مدينة أوشوية، والله العظيم ربنا هيكرمه، لأن مفيش مطاعم عربية نهائيا في مدينة أوشوية يا جماعة، ولا أي مطعم عربي. وانتوا عارفين الأكلات العربية هنا محبوبة جدا، لأن جميع المطاعم العربية في بونس أيرس. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللي ما يعرفنيش، أنا علاء الدسوقي، مصر عايش في أمريكا الجنوبية. اشتركوا في القناة، هنلف العالم مع بعض.